السلام عليكم، مرحبا بكم. بونس تاردي سي بيمينوس. اليوم ان شاء الله غادي نزوجو سكاندين حلوة مالحين و بومس سير دو ستي بوز دي دا سلاداس. بومس نستعملو بريميرا. في اللولة غنحتاجو 120 غرام د الزبدة مطلوقة، 120 غرام دي منتكية، 100 غرام ديال الجبن غرام بادانو مطحون رقيق، 60 غرام دي غرام بادانو كيسو غرام بادانو، 100 غرام دي كيسو موتزاريلا، 100 غرام ديال الجبن موتزاريلا مبشور، 60 غرام ديال الزيتون نيغراس كوطا داس فيناس، 100 غرام ديال الزيتون كحل بلعدة مقطع رقيق أو خضر ممكن ديرو لي بغيتو، إي إن 300 أو 400 غرام ديال الرينة، ما بين 300 أو 400 غرام ديال الدقيق عادي. بون سي ستار تامبيان أوريغانو. غنحتاجو أيضا باش الأعشاب مناسبة غنحتاجو سلمية أو نحتاجو السلمية و الزعتر، شوية د الملحة، بوكو د سل، إي بوكو د سيتي بالخنيستر، شوية ديال الزيت العود، بيضة وحدة أو ويبو، إي 6 غرام دي ليفادورا إن بولبو، و ستة غرام ديال الخميرة د الحلوة. بالنسبة للناس اللي كيبغيو الجبن بزاف كتجي الحلوة زوينة، و بالنسبة للناس اللي عندهم السكر فخيار باش مياكلوش الحلوة حلوة. يتشمص المنتكية، كنديرو الزبدة، قلنا ديما الزبدة نخدمو بيها تكون مطلوقة بحرارة المطبخ واحد 6 سوايع ولا كتر، 2 معالق د الزيت. الناس مبغاوش الزبدة بزاف ممكن نقصو من الزبدة جوج د الزيت، يديرو 3 معالق زبدة و 4 ولا 5 زيت، و بطبيعة الحال الزيت يكون زيت العود حسن من يكون زيت عادية. يتشمص تمبيان الكيسو غرام بادانو، الجبن أنا استعملت غرام بادانو و موتزاريلا، ممكن تستعملو جوج نوع ديال الجبن اللي عندكم في الدار فقط يكونوا كاليتي زوينه. يتشاور ويبو تامبيان، درت البيض، بيضه وحده وشويه د الملح، بما انها حلوه مالحه فخص تكون شويه باينه بالنسبه ديال الملح، غير ما ننساوش ان الجبن تيكون مالح. كنديروا الاعشاب منسيمه، قلت سلميه يابسه والزعتر، ممكن ديروا اعشاب اخرى الا بغيتوا، ولكن السلمية والزعتر كيجيو زوينين مع الجبن. بغيتي تختار اوترو اروماتيساندي، اوترا هيربا، نضيخها بوستو غوستو، مسكنا موس كنخلطو، كنضيفو الجبن، 100 غرام ديال الجبن موتزاريلا، يتشمس الكيسو موتزاريلا الريا، مسكنا موس ترافيس. يتشمو 6 غرام ديال الليفادورا، 6 غرام ديال الخميرة. أنا ما كتعجبنيش الحلوة تكون قاصحة بزاف، الناس اللي كيبغيوها قاصحة ما يديروش خميرة ديال الحلوة. أما من غوستا لا غيستا كيستي أن بوكو كينو ستي مويدورا، على خنتي كي لينكانتا لا غيتا كروخينتي كينو يتشن ليفادورا، نادا ليفادورا. ني أديماس بوديس بروفارلا كون ليفادورا إي سين ليفادورا إي لو غويا اللي خيس أو سيغيس أسيندو لو كيما صوصتي. كنضيفو الدقيق شوية بشوية حتى كنحصلو على عجين مكيتلصقناش في البول. يتشمص العرينة بوكا بوكو أستا يغار أتاني أستا تكستورا كينو سيبيغا عين البول نين لاس مانوس. كنعطيوه المشكل ديال بحال غنصيبو فقاس أو كوكيز اللي كيتقطع بالموس، نديروهم في السلوفان نخشيهم في التلاجة تتجمد شوية الزبدة، عاد نقطعوهم نخرجوهم نقطعوهم. نضمس اسا فورما سي كومو كي بومسا سير باغيت او بان نون بربونش الفيل الى متموس ان لا نيفيرا سي تينيس بريسا ميتلو نون كونخيلادور بيلو سين باسار اون اورا سي نو سي كونخيلا اي لوغو لو ساكيس لو كورتاموس اي الورنو entre 15 و 20 minutos 180 grados. من بعد كنقطعوهم رقاق ندخلوهم فران واحد 180 درجة ما بين 15 و 18 دقيقة، ديك الساعة اللون نتوما اللي كتحكموا فيه بغيتهم محمرين أو بغيتهم شوية يبقوا مصفرين. شوفوا معايا من بعد ساعة في الكونجيلاتور كيتقطعوا بسهولة، وكل ما تقطعوا رقاق كل ما تيكونوا أحسن.
hai que cortarlos finos, no gordos. Y luego los ponemos en la bandeja con el papel de hornear. كنديرهم في مول وفي طاوة اللي كنكون داير فيها ديجا ورق ديال الطبخ الفران، كندخلوهم الفران حتى كيطيبو. وبصحتكم. دابا نديرو ندوزو ان شاء الله نصيبو الحلوى الزريعة، حتى هي كتجي زوينة بزاف وصحية، لا بالنسبة للناس اللي عندهم السكر او بالنسبة للناس عاديين. نحتاجو 50 غرام ديال الجنجلان، 50 غرام ديال السيسامو، 50 دي بيباس كرودس إلي بيلاداس، 50 غرام ديال التيا، 50 دي لينو زرعت 50 غرام الجنجل، 50 غرام وتشيا، 50 غرام والزريعة عادية ما طايباش 50 غرام، الزبيب 60 غرام، باساس 60 غرام دي باساس كورتادات بور لا ميتاد، جوج بيضات دو سويبوس اي 80 غرام دي منطقية، 80 ديال الزبدة، 80 غرام ديال الزبدة و 60 غرام ولا 70 ديال الكركاع، 60 غرام و 60 ديال نويسيس تروسياداس اي دوس كوتشارات ديال ابينا، جوج معالق ديال الشوفان صحيح وواحد 300 ولا 350 ديال الشوفان دقيق، ملحه والزيت سال اي بيمينتا يا سيتي برخنسترا اي 5 غراموس و 6 ديال ليفادور و 5 ولا 6 غرام ديال خميره الحلوه. المهم باقا داير باش كنقولهم بالاسبانيه والعربيه، فاذا مشات شي حاجه نعاودها معكم. قلنا 80 غرام ديال الزبده نديرها هي الاوليه، و 80 غرام ديال المنتكيه يدوس ويوس، جوج بيضات. ركزوا معايا واللي بغى يقيد مرحبا، وانا جربتها اكيد عجبكم تبقاو ديروها في حالي. ونفس المقادير ممكن ديروها حلوه من البدايه، هنا ديروا 100 غرام ديال السكر اللي بغى يجربها حلوه، حتى هي كتجي زوينه بزاف بالنسبه للناس اللي عاديين اللي كياكلوا السكر. Para la gente que come normal, que no son diabéticos, que en este momento antes de echar los cereales, que echen aquí 100 gramos de azúcar. Que también esta galleta misma, con la misma cantidad, sea así dulce y sale riquísima. Vais a ver, os enseño la foto al final. Ahora no recuerdo el tabaco de Qadim, no es el halwa, pero es el halwa. No recuerdo el halwa o el malha. Mezclamos. هفاد ما حنا من احسن نخلطو بخلاط يدوي، وكنضيفو الزيت اوريجانو تومس اسيتي برخينسترا 3 كوتشارات اي تومس 3 كوتشارات دي اسيتي برخينسترا. انا ديما كنضيف الحلوى زيت العود دوز زيت عادي، على الاقل بدل ما نعيا كلشي دهنيات تكون دهنيات صحيه، وهذا رايي المتواضع. الجنجلان بالنسبه للزريع كلهم 50 غرام، 50 من الجي ما عدا الزبيب 60 غرام والكركاع 60 غرام، والشوفان جوج معالق صحاح والباقي مطحون، لان ما نستعملوش في هذه الحلوه ما فيهاش دقيق عادي، فيها فقط دقيق الشوفان. اون بوكو دي بيمينتا نيغرا شويه دي بزار على حسب الذوق، ممكن تفادوه ما بغيتوش، او ديرو سكنجبير مثلا او القرفة اللي بغيتو. يتشمس ان بوكو دي رينا دي ابينا و ابينا مونيدا الو 6 غراموس دي ليفادورا ان بولبو و 60 غرام ديال خميرة. كنأكد على ان الزبيب يتقطع، الا ما تقطعش من كتنفخ الحلوى تيتنفخ حتى هو، ممكن يخسر لكم الديكور الحلوى. لاس باساس اس ميخور كورتارلاس بور لا ميتاد اي سي سون غرانديس بور 3، porque a la hora de hornear se hinchan, entonces os pueden estropear un poco la galleta. La dejamos reposar 15 minutos o nos llevan carcón y volvemos a perder la forma. Cuando gaste una galleta se hace 15 minutos en la chichilla o os diré que tengo que tener un poquito de código para hacer una da suya la zija o que se mezcle la galleta que tenemos hecho y aplastamos muy bien. ونبركو عليها مزيان باش تزير رقيقه، كل ما كانت رقيقه كل ما كتجي كروخيانتي، كتجي ديك كتجي نازه شويه ولكن كتجي هشيش لان فيها الزبده وفيها خميره الحلوه. غادي نكمل هكا تنسالي اي نص بيومس يا تنقول بندي خينا لما انت مصادرنا دوسي ا 15 مينوتوس 180 درجه كندخلو الفران 120 180 درجه 12 حتى 15 دقيقه على حسب اللون اللي بغيتو.
Si os veis la primera galleta, esta es la misma de los cereales, pero es dulce. Mirad cómo se sale. هذه الحلوة اللي قلت لكم بالزرع، ولكن حلوة هذه، وهذه هي المالحة. كتقطع بسهولة، كتجي هشيشة وكتجيب لنا بزاف ومغذية بالنسبة لأي واحد، ماشي غير بالنسبة للناس اللي عندهم السكر، إنما بالنسبة للناس اللي عندهم السكر يجربوها إن شاء الله ويردوا عليا أكيد. اسبيريكو كو سغوستي نسا صغيطات كي ناس بروباي سيما دخيس كومنتاريوس كومو سيمبي اسكيرو. شكرا للجميع، كنتمنى تجربوهم وتخليو لنا تعليقاتكم كيف ديما. شكرا لكم.